أعلن رئيس المجلس العسكري سبراتا طاهر الغرابلي رفضه لنتائج اجتماع القاهرة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية برعاية النظام المصري. وقال الغرابلي في مداخلة ببرنامج الأسئلة الخمسة على قناة نبأ إن أي لقاء للتحاور يجب أن يكون داخل ليبيا. نحن نعرف ان يعني سياسه البيت الان لا تتمثل في شخص، لان الموضوع الانقسام السياسي والانقسام العسكري الموجود الان صعب من الناحيه الفنيه ان نتداركه في الوقت الحالي الا في هذه الصوره. الامر الثاني وهو الامر الاهم الذي كان سبب من اسباب انعقاد هذا الملتقى وهو الرفض القاطع، الرفض القاطع اي اجتماع لمضاعفه الجيش الليبي، والرفض بنتائج باي نتائج تنجم عن هذه الاجتماعات في خارج. وأضاف رئيس المجلس العسكري سبراتا أن دول الجوار ليس من مصلحتها بناء مؤسسة عسكرية قوية في ليبيا، مؤكدا أن الجيش الليبي موحد. دول الجوار، وأنا لا أحدد مصر وأحد الجزائر وأحد الشاد، هذه الدول لا يعنيها بناء مؤسسة عسكرية قوية في ليبيا، ليس من مصلحتها، أفهموا يا ليبيين، مش من مصلحة الدول الجوار كلها بناء مؤسسة عسكرية قوية، لأن المؤسسة العسكرية القوية ستحمي البلد وستحمي الحدود. من انشق على الجيش الليبي وطول سلة من العسكريين الآن، ومن يتردد في المنطقة الشرقية هو انشق عن مؤسسة الجيش الليبي، ولا نريد ان نقول انه هذه المؤسسة العسكرية موجودة في طرابلس، من انشق عليها الآن يجب ان نحاوره. لا والله.